أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن القطاع الخاص شريك أساسي في تنفيذ مملكة البحرين لمبادراتها الرامية إلى تعزيز الأمن البيئي والتزاماتها الهادفة إلى خفض الانبعاثات بنسبة 30% بحلول العام 2035 والوصول للحياد الكربوني في العام 2060 تحقيقا لأهداف المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومواكبة للجهود المتوازية لتأمين الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية. وأوضح معاليها الحرص على المضي قدما في مساعي مواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة والموارد بما يتفق ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 وبرنامج الحكومة للأعوام 2023-2026 وذلك من خلال العمل على استدامة الطاقة والتحول إليها وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة لرفع حصتها على المزيج الكلي على المستوى الوطني. جاء ذلك لدى تفضل معالي بحضور سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء وسعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بتدشين محطة توليد الطاقة بالألواح الشمسية الكهروضوئية التابعة لشركة إيميرس الزياني بسعة 4.7 ميجاوات والاحتفال بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس الشركة. ولدى وصول معاليه مقر الشركة الكائنة بمنطقة الحد الصناعية كان في الاستقبال السيد خالد راشد الزياني رئيس مجلس إدارة شركة إيميرس الزياني ورئيس مجلس الإدارة الفخري لاستثمارات الزياني والسيد أليساندرو دازا الرئيس التنفيذي لشركة إيميرس الفرنسية. بهذه المناسبة نوه معالي نائب رئيس مجلس الوزراء بما يشهد القطاع الصناعي في مملكة البحرين من تنوع لافت وأقبال ملحوظ على توجيه رؤوس الأموال نحو الاستثمار في الصناعات الدقيقة والمتقدمة لما من شأنه تحقيق أهداف استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 كما أشاد معاليه بما تمثله الشراكة القائمة بين شركة استثمارات الزياني وشركة إيميرس الفرنسية المتخصصة في الصناعات المعدنية وتقديمها كحلول للقطاع الصناعي من ثمرة للجهود الطيبة والمتواصلة التي يبذلها مجلس التنمية الاقتصادية لتعريف مجتمعات الأعمال العالمية على الفرص والمزايا الاستثمارية المتاحة في المملكة بوصفها بيئة صديقة للأعمال. بعدها تفضل معاليه بالضغط على الزر إذانا بتشغيل محطة الطاقة الشمسية كما اطلع معاليه على سير العملية الإنتاجية في مصنع الشركة المتخصص في إنتاج الألومنيا المصهورة البيضاء والمدمجة والتي تستخدم في الكاشطات كمواد أساسية في تنظيف السفن ومواد البناء والأسطح وتلميعها ليتم فيما بعد تصديرها لأكثر من 25 دولة حول العالم. شرفني اليوم حضور الشيخ خالد بن عبد الله نائب رئيس الوزراء لافتتاح الطاقة الشمسية لتوريد الكهرباء حق المصنع اللي هو شراكة بينه وشركة إيميرس. احنا نصدر من هالمصنع لفوق 100 بلد في العالم. احنا نطمع ان نزيد القيمة الإضافية لمنتجات
البحرين. فكل ما خفضنا احنا التكاليف من ناحيه الكهرباء واسواق ثانيه، كل ما احنا زادت القيمه وحافظنا على الغاز البحريني. نحتفل 10 سنوات من العمل وننتج منتجاتنا اللي هي ما يسمى باللغه الرسميه الكاشطات، هي منتجات ألمنيوم، مادة الألمنة بعد ما تصهرها لدرجة 2000 تتحول إلى مادة خشنة تستعمل لتنظيف المواد الحديدية، إضافة إلى ممكن تصنيع منها الجدران للأفران. طبعا هاي الشركة شركة عالمية واتخذوا من البحرين مقر لهم في الشرق الأوسط للتصدير لأوروبا وآسيا، وفعلا الآن احنا عندنا زباين كثير في ابتداء من اليابان إلى أوروبا.